السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم لبتي فول بالمكسرات، واستعملت كمكسرات استعملت اللوز. تقدروا تستعملوا الكاوكاو أو الجوز، لكن لازم يكونوا مطحونين مثل الفارينة. والوصفة الأصلية نتاع لي بتي فور كانت تحضر باللوز. من بعد من اللوز ولا غالي، ولينا نوضعه في مكانه الفارينة أو الدقيق الأبيض. لتحضير هذا لي بتي فور سنحتاج إلى المورانغ، نحتاج إلى اللوز المطحون، ونحتاج أيضا إلى زبدة أو مارغارين. سنبدأ أولا في تحضير المورانغ. بسم الله. هنا في الإناء راني واضعة 2 بياض بيض، ما يعادل بالتقريب 50 غرام. غادي نضيفو له قرصة نتاع ملح، نضيف أيضا ملعقة صغيرة نتاع سكر فانيلا أو كيس واحد. نضيف السكر 80 غرام بالتقريب، أقل من نصف كوب. من بعد هذا الإناء إما توضعوه في حمام مائي وتقعدوا تخلطوا حتى تشوفوا السكر داب والخليط ولا دافي، ولا مباشرة بواسطة الدراب الكهربائي تقعدوا تخفقوا فيه حتى تتحصلوا على مورانغ. لكن لو كان توضعوه في حمام مائي غادي تحصلوا على مورانغ بسرعة. غادي نخلطوا الآن مكونات قليلا بواسطة الفوي. من بعد أنايا خلطتهم فقط بواسطة الدراب الكهربائي العادي. غادي نخلطوهم حتى نتحصلوا على مورانغ تكون متماسكة. هنا بعد مرور 3 دقائق شوفوا مازال ما تحصلش على المورانغ، يعني الخليط راه سائل، يعني المورانغ لازم تصبروا عليها. بعد 5 دقائق ولا 6 دقائق عاد باش يتماسك لنا البياض البيض وتكون المورانغ جاهزه. غادي نزيدوا نكملوا. في مكان الدراب الكهربائي العادي تقدروا استعمال العجان الا كان عندكم حاضر. لازم هنا نتحصلوا على منقار العصفور، يعني الخليط راه كثيف. الآن غادي نضيفوا المكونات المتبقية. سنضيف زبدة أو مارغارين 100 غرام تكون طرية على درجة حرارة الغرفة، يعني تكون غامولي. ونضيف أيضا هنايا اللوز راه مرحي. استعملت 180 غرام بالتقريب كوب ونصف كوب. غادي نضيفه للمكونات الأولى وغادي نخلطوهم جيدا حتى نتحصلوا على خليط يكون كريمي والمكونات تجانسوا. تقدروا أيضا إضافة عطر اللوز، وتقدروا أيضا إضافة عطر الليمون، لكن أنا اكتفيت بهذه المكونات لأن المذاق تاع اللوز لوحده الكاطو يجي شباب. نضيف أيضا النشا أو المايزينا 2 ملاعق كبار. بعد نكملوا الخلط. بعد غادي تخلطوا هذه المكونات جيدا حتى تتحصلوا على خليط يكون متجانس. من بعد ما تكملوا قبل التشكيل لازم تخلوا هذه العجينه ترتاح باش تتماسك وتولي كثيفه، لان اللوز ياخذ بعض الوقت باش يمتص السوائل. كما راكم تلاحظوا هنا طيبت في هذه السنيوه حبه بتي فور باش نشوف الى حافظ على الشكل نتاعه. انا شفتها باللي راح محافظ على الشكل نتاعه. غادي نكمل في تشكيل العجينه ونطيبهم. لكن لا شفتوا لي بتي فور فقد الشكل نتاعه، هنا تقدروا تزيدوا شويه نتاع اللوز يكون مطحون، ولا تزيدوا شويه مايزينا، يعني لازم البتي فور يكون محافظ على الشكل نتاعه. من بعد هنايا العجينه غادي نوضعها في جيب حلواني كما راكم تلاحظوا في الصوره، واستعملت هذا لايدو يجي عندها اسنان. تقدروا تستعملوا اون دوي واحده اخرى. غادي نفرغوا العجينه. من بعد راني موجده سنيوه راني واضعه فيها ورق الطهي، وهذاك ورق الطهي تبتته في الزوايا بشويه عجينه باش من بعد من تشكلوا الورق الطهي ما يصعدش الى الاعلى. هنا راني العجينه راها جاهزه، والان سنبدا في عمليه التشكيل. انا اكتفيت بالشكل نتاع ورده. تقدروا تصنعوا اشكال اخرى مثل الاعمده او على شكل قطره. هذه الاشكال شفتوه معايا في فيديوهات سابقه. وهذا الشكل نتاع ورده غادي تتحصلوا كميه كبيره نتاع لي بتي فور، والمذاق تاعهم كما لاحظتوا استعملنا المورانغ واللوز، يعني غادي يكون عندهم المذاق مثل نتاع لي ماكارون، لكن يجوا طريين مثل لي بتي فور لاننا استعملنا فيهم الزبده او المارغارين. هذه الكميه نتاع العجينه تحصلت على اكثر من 40 قطعه نتاع بتي فور على شكل ورده. وكما راكم تلاحظوا العجينه ما لازمش تكون طريه بزاف. لو كانت تكون طريه بزاف من بعد كي تدخلوا سنيوه في الفرن غادي يهبطوا لكم، وهاد لي بتي فور ما يحافظوا لكمش على الشكل نتاعهم، يعني العجينه تكون شويه شاده روحها لكن تخرج بسهوله من هذيك لادوي. وهنايا في الاخير راني نزين فيهم بلي فخوي كونفي. تقدروا ايضا وضع قطعه كامله نتاع لوز في المساحه العلويه.
هنايا بالنسبه لي فخوي كونفي لما كانوش عندكم حاضرين هذا، انا ما استعملتش هذا، استعملت هذا الكرز كونفي، من بعد قسمته على 8. هنا فقط فكره، لما كانوش عندكم حاضرين هذوك لي فخوي كونفي المعلبين وكان عندكم هذا الكرز، تقدروا تستعملوه تقصوه قطع صغيره كما راكم تلاحظوا في الصوره، من بعد توضعوه فوق القطع نتاع لي بتيفور. بالنسبه للطهي غادي نسخنوا الفرن على درجه حراره 200 درجه مئويه ما يعادل 400 درجه فرنهايت. من يسخن الفرن جيدا نقصوا درجه الحراره الى 150 درجه مئويه وندخلوا البلاطو داخل الفرن في وسط الفرن ونخلوه لمده 15 حتى 20 دقيقه او حتى تشوفوا المساحه السفليه ولا عندها لون ذهبي فاتح. مثل ما راكم تلاحظوا في الصوره هنايا بعد ما طيبته خليته هنا فقط 15 دقيقه، لكن لا بغيتو يجيكم الذوق نتاعها مثل الميلان تقدروا تزيدوا تخلوه في الفرن مده اطول، وماذا بكم رفعوه لاعلى الفرن. هنا بعد ما برد غادي نفتح لكم واحده وتشوفوا كيفاش يجي يدوب في الفم. بالنسبه لملاحظه اليوم تقدروا تستهلكوه على هذا الشكل او تلصقوه بشويه مربى او ناباج، يعني تحكموا قطعه وتلصقوها مع القطعه الاخرى بوسط الناباج ولا المربى نتاع المشمش، من بعد توضعوا القطعه في شويه نتاع شوكولا نتاع الطلي. هذا ثاني شكل اخر نتاع لي بتي فور. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. قولكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.